نظمت نقابة المهندسين الزراعيين مهرجان التشغيل الخامس الذي تقيمه كيوم وظيفي في مجمع النقابات المهنية، حيث تم حجز جناح خاص بكل شركة زراعية شاركت بالمهرجان لتوفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين الباحثين عن عمل. مسؤول برامج التشغيل لحديثي التخرج داخل النقابة الدكتور أحمد عمر قال إن هذه المبادرة أتت بالتنسيق مع الشركات الزراعية الداعمة وخدمة أعضاء النقابة الباحثين عن عمل من خلال تأمين الوظيفة المناسبة لهم. المبادرة اليوم هدفها توفير فرص عمل ومقابلة مباشرة بين زملائنا الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات اللي في عندها فرص للتوظيف. من خلال اليوم هذا الجزء وفرنا 117 فرصة عمل مختلفة في مجالات ستة: الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، الوقاية، الاقتصاد، الموارد والتغذية والتصنيع الغذائي. بالإضافة إلى ذلك يعني أضفنا اليوم إضافة نوعية جديدة، إنه إحنا أعلنا عن وجود 12 مشروع جديد النقابة على استعداد لمن يرغب أن يبدأ بهذا المشروع أن توفر له تمويل من خلال صندوق متخصص اسمه صندوق دعم وتمويل المشاريع ابدأ، وكذلك بوفروا له قرض حسن لغايات تمويل مشروعه، زائد تدريب مجاني على هذا المشروع بالإضافة لدراسة جدوى اقتصادية مجانية من الدليه حسب ظرفه في هذا الموضوع. وأيضا في عندنا مبادرة جديدة لتشغيل 60 مهندسة زراعية من خلال صناعة مدربات محترفات في جانب صناعة الإي بوك، أنظمة اللي هو التدريب الإلكتروني والمادة التدريبية التعليمية الإلكترونية. هدف المشروع بشكل أساسي توفير فرص عمل وتشغيل مباشر للمهندسين الزراعيين من خلال الشركات أو من خلال التوظيف الذاتي بمشاريعهم الشخصية أو من خلال العمل من خلال المنزل، وهي مشاريع جديدة قائمة عليها النقابة في المرحلة هي إن شاء الله. أعضاء النقابة الباحثون عن العمل أيدوا مثل هذه المبادرة، مؤكدين أن هذا اليوم مفتاح لهم لمعرفة الشركات التي توفر لهم الفرص المناسبة أو الحصول على الدعم المناسب لإقامة مشاريعهم الخاصة. مبادرة جيدة، صار الواحد يعرف طريقه، ساعدونا بتوفير فرص عمل والحمد لله الوضع تمام. صحيح، مبادرة ممتازة من نقابة المهندسين الزراعيين في تشغيل الزملاء الجدد، ويعني الناس اللي تخرجوا جديد وما لهم فرص عمل، هي عبارة عن فرص عمل جديدة من خلال الشركات والمشاريع الزراعية الموجودة في البلد، بالإضافة للخريجين القدامى اللي ممكن يكون لهم فرص، لأنه معظم الشركات بتدور على خبرات، وهؤلاء ممكن يكون لهم فرصة الآن يلاقوها بسهولة. احنا بنشكر اكيد النقابه ووزاره العمل على انها اتاحتنا هاي الفرصه لحتى نقابل الشركات الزراعيه، مع انه خريجين جداد ولسه ما بنعرف كثير بالشركات، فاحنا اكيد بنتشكرهم انه عم بيتوحوا لنا فرصه لحتى نقابل رؤساء الشركات لحتى يعطونا فرصه للوظائف. احنا خريج دوت كوم، موقع الكتروني متخصص بتوظيف طلاب وحديثي التخرج. الطلاب بفوتوا على الموقع بيعبوا معلوماتهم الشخصيه، بحطوا السي في تبعتهم، بيقدموا على الوظائف الموجوده. اطلقنا الموقع، صرنا متلقين الموقع اسبوع واحد، عندنا على السوشيال ميديا فوق 40,000، وعندنا فوق 100 شركه اللي عم تبحث على طلاب وحديثي التخرج. هلا احنا وظيفتنا اليوم كشركه سنيوره للصناعه الغذائيه توفير فرص عمل، تحديدا اليوم بدنا مشرف انتاج تخصص تصنيع غذائي، فحابين اليوم نوصل الفكره للخريجين انه هالوظيفه موجوده عندنا، بيقدموا عندنا طلب وان شاء الله بنتواصل معهم. هلا هي مبادره كثير حلوه، يعني وفرت لنا فرص عمل منيحه، بس هي يعني دورهم هون بيكون خلص انهم وفروا لنا هاي الفرص، لكن الدور الباقي يعني بيجي على الشركات الثانيه. هذا المهرجان جزء من سلسله الانشطه التي يقوم بها قسم التشغيل في النقابه، والذي يعتبر حلقه الوصل بين المهندس الزراعي الباحث عن عمل وبين الشركات الزراعية بآلية برامج حاسوبية خاصة لتقديم طلبات التشغيل من خلاله. حازم السردي، الحقيقة الدولية.